ايه يا ابني كل ده؟ هنروح نسلم على بابا. ما كنتش اتصور انك منهم. كل واحد في جزء من حياته بيحكي يجيب سيرته. من فتره ظهر مخرج لبناني اسمه شريف وحيد قال انه اتجوز سعاد حسني بشكل سري وسكن معاها في شقتها في الزمالك، وقال كمان ان سعاد حسني كانت بتعاني من مشكله في الرحم بتمنعها من الخلفه. اخت سعاد حسني خرجت بعد كده علشان تكذب كل الكلام اللي قاله شريف وحيد، وقالت ان الفنانه سعاد حسني ما كانتش مصابه باي داء او مشاكل تمنعها من الخلفه، بدليل انها حملت مرتين من جوزها المخرج علي بدرخان. وقالت ان مره منهم كانت اثناء تصويرها فيلم شفيق او متولي، لكن الحمل ما اكتملش لمده 3 شهور بسبب تعرضها للاجهاد الشديد نتيجه اصرارها على استكمال تصوير الفيلم. وقالت ان سعاد حسني كانت بتعشق فنها بجنون وبتحط نفسها تحت ضغوط كبيره علشان العمل والفن، وعلشانه اتحرمت من الانجاب. سعاد حسني اتجوزت 5 مرات، الاولى كانت من العندليب عبد الحليم حافظ وكان جواز عرفي في عمر 17 سنة زي ما قالت اختها، وقال كتير من اصدقائهم المقربين والمعاصرين ليهم. جواز عبد الحليم حافظ وسعاد حسني استمر حوالي 6 سنين وانفصلوا سنة 65، بعدها اتجوزت من المصور والمخرج صلاح كريم واستمر جوازهم لمدة 2 سنين وانفصلوا سنة 68. بعد كده اتجوزت سعاد حسني من المخرج علي بدرخان واستمر ارتباطهم لمدة 11 سنة لغاية ما تم الطلاق بينهم سنة 81. وفي السنة نفسها اتجوزت من الفنان زكي فطين عبد الوهاب، لكن الاتنين انفصلوا بعد كام شهر، وكان آخر جوازة ليها من المؤلف والسيناريست ماهر عواد. اتولدت سعاد حسني في حي بولاء في القاهرة لأب بترجع أصوله للشام، والدها هو محمد كمال حسني البابا الخطاط العربي الشهير اللي انتقل من سوريا مع والده حسني البابا للقاهرة في سنة 1912، وتعين خطاط في المعهد الملكي للخط العربي. ووالدتها جوهرة محمد حسن صفور مصرية الجنسية بتنتمي هي التانية لعيلة حمصية. كان ليها 16 أخ وأخت، وكان ترتيبها العاشر بين إخواتها، وليها أختين أشقاء بس هم كوثر وصباح، وتمن إخوة وأخوات من أبوها منهم 4 إخوة و4 إخوات، و6 إخوات من أمها منهم 3 إخوة و3 إخوات، ومن أشهر إخواتها من الأب المغنية الشهيرة نجاة الصغيرة. انفصل أبوها وأمها لما كان عندها 5 سنين، وتجوزت أمها من راجل تاني اسمه عبد المنعم حافظ مفتش في التربية والتعليم في القاهرة، وكان في حضانتها بناتها الثلاثة كوثر وسعاد وصباح، وما دخلتش سعاد حسني مدارس نظامية واقتصر تعليمها على البيت. قدمت سعاد حسني أعمال كتيرة في السينما، بدأتها بفيلم حسن ونعيمة وأنهتها بفيلم الراعي والنساء مع الفنان أحمد زكي، وبينهم أفلام كتيرة زي خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، والقاهرة 30، والسفيرة عزيزة، وجناب السفير. أما في التلفزيون فقدمت مسلسل هو وهي مع الفنان أحمد زكي.